بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العيدين. فتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. وكذلك أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وكذلك أيضا ذكر عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، وإنما الخطبة بعد الصلاة. قال أيضا في رواية عن عطاء عن ابن عباس وعن جابر رضي الله عنهم قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكى على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت العطاء: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حتى يفرغ حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا. فبوب الإمام البخاري رحمه الله لهذه الروايات، بوب بهذه الترجمة باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. يبقى مقصد الإمام البخاري رحمه الله الذهاب إلى المصلى، إلى مصلى العيد، سواء كان ماشيا أو كان راكبا، وأن الصلاة، أن صلاة العيدين قبل الخطبة، يصلي الإمام بالناس صلاة العيد ثم بعد ذلك يقوم مواجها أو مقابلا للناس فيخطب في الناس، وبغير أذان ولا إقامة. يبقى لا يرفع فيها أذان، لا يرفع فيها أذان ولا إقامة، ولكن الإمام يؤم الناس في صلاة العيد بلا أذان أو إقامة، وبلا أيضا مناداة على الناس: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. يبقى الناس يفدون على المصلى، على مصلى العيد، يخرج الإمام فيؤم الناس دون أن يكون هناك يقدم بين يديه أذان، وكذلك ليس هناك إقامة وليس هناك نداء حيث أنه لا ينادى عليها الصلاة جامعة. وذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. يبقى هذه السنة أن الخطبة تكون بعد الصلاة. قلنا حتى لو كان الناس ينصرفون، أو حتى لو كان معظم الناس ينصرفون بعد الصلاة أو صلاة العيد مع الإمام ولا يقعدون للخطبة، فهذا ليس بمسوغ أن نبدأ بالخطبة قبل الصلاة، ولكن السنة هو أن نبدأ بالصلاة في صلاة العيدين ثم يقوم الإمام مقابلة للناس ويخطب فيهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. كذلك أيضا ذكر عطاء رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة. وكلام صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع بين يديه في صلاة العيدين الأذان وكذلك الإقامة، ولم ينادى أيضا بالصلاة الصلاة الجامعة، ولكن في صلاة العيدين يخرج الإمام على الناس ثم يؤم الناس في الصلاة، وبعدما ينصرف من صلاته يقوم في مواجهة الناس يخطب ويعظ الناس. قال أيضا ابن عباس رضي الله عنهما وكذا قال جابر رضي الله عنه لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. يبقى في صلاة العيدين يبقى ليس هناك أذان ولا إقامة وليس هناك سنة قبلية ولا بعدية، يبقى صلاة العيدين هي سنة أساسا، سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس لها أذان وليس لها إقامة وأيضا لا ينادى عليها. قال أيضا في آخر هذه الروايات رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، يبقى الخطبة كانت بعد صلاة العيدين. فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكع على يد بلال. يبقى بعد ما انتهى من الخطبة خطبة العيد فبعد ذلك توجه حيث النساء، أن النساء لم يسمعنا لأن لم يسمعنا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى النساء ثم ذكر النساء وعظ النساء. قال وبلال بصر ثوبة يلقي فيه النساء صدقة. يبقى دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة فكنا يتصدقنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وأمرهن بالصدقة وقال أنه رأى أن أكثر أهل النار من النساء، ثم حث النساء على الصدقة وذكر أن السبب في ذلك أنهن يكفرن. قال يكفرن العشيرة يكفرن الإحسان، إن أحسن رجل لحدنا دار. ثم أساء لها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط. ده حال النساء، وقلنا ده يعني نعت بيبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تستقيم الرجل على حالة واحدة، ولكنه يبين لنا يعني كيف نقابل هذا الأمر، يبقى لو كانت المرأة صدر منها هذا الكلام وقالت ما رأيت منك خيرا قط، يعني لا يتعجب الإنسان، ولكن تعلم أن الأمر يحتاج إلى علاج، ويحتاج أيضا إلى رفق، يحتاج إلى مزيد من المودة والرحمة والتعاطف فيما بين الرجل وامرأته. يبقى حالة نبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تستقيم على حال واحد. يبقى لا يتعجب الإنسان لما يسمع هذا الكلام يصدر من امرأته، ولكن عليه أن يعالج الأمر، عليه أن يكون هناك رفق في مودة في رحمة تزداد جرعة المحبة والمودة والترابط حتى يعني يسعى لدفع ذلك الأذى الذي ألم بالمرأة. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء وذكر النساء يبقى فيها شفقة فيها رحمة، يبقى المسألة كده تراها فيها رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء وفيها شفقة وكذلك فيها الرفق أيضا في الموعظة. فإن بدر أو صدر من امرأتك يعني ذلك الأمر يبقى لا نعجب، ولكن نعود إلى السنة لكي ننظر كيف نعالج هذا الأمر، كيف نقابل هذا الأمر بمزيد من الإحسان، إحنا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ده أساسا ده في الدعوة لدين الله، يعني ما لا تصدر منك العداوة، ولكن أنت تريد أن تنقذ هذا الكافر من النيران. فإحنا بنسعى بالرفق والدعوة بالموعظة والحكمة والدعوة باللين والرفق، قلنا حتى نخرج ذلك الرجل من الكفر إلى الإيمان. يبقى ده ينم على رحمة وشفقة موجودة في قلب ذلك الداعي. يبقى الكلام ده احنا هنفعله مع الكافر كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، وده من صفات المؤمنين،
ويدرؤون بالحسنة السيئة. دايما كده ازاي نقابل هذه الإساءة؟ دايما الإساءة لا تقابل بإساءة، ولكن تقابل الإساءة بإحسان، كما أن الإحسان يقابل بإحسان، وكذلك الإساءة تقابل دايما بالإحسان. والله عز وجل كما قال يبقى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينها عداوة كأنه ولي حميم. يبقى كذلك الأمر أيضا لما يكون هناك إعوجاج عند المرأة يبقى نسعى إلى علاج هذا الأمر. قلنا يعني حاله كحال المرض أو الداء الذي يعني أصاب هذه المرأة، كيف نعالج المرأة وكيف نخرج المرأة من هذا الأمر؟ يبقى محتاج لمزيد من الرفق، الشفقة، الرحمة، مزيد من الإحسان، مزيد من الإحسان. يبقى داء الحال كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة للنساء، ولما ذكر النساء قال في ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه: وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلنا انظر تأثر المرأة، المرأة بتتأثر دايما بالموعظة، تتأثر بالموعظة. لذلك كان أول علاج لنشوز المرأة هو بالوعظ والإرشاد، أول علاج أو أول صورة من صور العلاج كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في حال نشوز المرأة. أول حاجة فعظهن، يبقى الوعظ والإرشاد والتذكير، وده يكون دايما برفق كده، بمودة، بألفة. يبقى نقول ان الامامي يشعر ان هناك يعني رفق وشفقه يصدر من كلام ذلك الداعي او الواعظ، يبقى يستشعر ذلك الانسان. فايضا كذلك يبقى لما يكون في نشوز، في اعراض من المراه، يبقى كيف اعالج هذا الامر، او كيف بمعنى اخر نخرج المراه من هذا الامر، كيف نخرجها؟ ده محتاج إلى مزيد من الإحسان. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما تصف لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من موضع في عائشة لما شربت وهي حائض، ده مزيد من الإحسان. قلنا لأن المرأة لما تصاب بالحيض فعلى ذلك تحتاج إلى مزيد من الرعاية ومزيد من الرفق ومزيد من الإحسان، مزيد من المعاملة الطيبة. ولذلك يبقى بينا ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفت لنا عائشة وكما نقلت لنا عائشة. يبقى كانت حائض وشربت من القدح، فتناول النبي صلى الله عليه وسلم القدح وبالتالي يلتمس موضع في عائشة رضي الله عنها، وأن يدخل السرور والبهجة على نفسها وعلى قلبها. يبقى في مزيد من الإحسان، مزيد من المعاشرة بالمعروف، مزيد من المودة، وكل ذلك لا شك أن دي طاعات، يعني دي كلها طاعات، هذا ليس يعني بأمر ضائع أو فعل ضائعة، لكن مع النوايا الطيبة حتى اللقمة يرفع الرجل في امرأته يحتسب وكانت له صدقة. يبقى الرجل لما بيرفع لقمة إلى فيه امرأته يحتسب ذلك عند ربه كانت له صدقة. قلنا لذلك يعني بينا قبل ذلك أن الحياة الزوجية عبارة عن ميدان فسيح لجملة من الطاعات، ميدان فسيح لجملة من الطاعات، ولكن ينبغي على الإنسان يتصور يعني كيف يؤدي تلك الطاعات مع هذه الحياة الزوجية. فيقول في ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه: وبلال بصر ثوبه يلقي فيه النساء صدقه. قلت: عطاء ترى حقا على الامام الان ان ياتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: ان ذلك لحق عليهم وما لهم الا يفعلوا. يعني دي امر مفقود، يعني ده امر مفقود. يبقى ياتي الامام الى جوار النساء خشيه الا يسمعنا الموعظه فياتي ويعظ النساء. يبقى كانت الموعظة دي يعني خاصة بالنساء، خاصة بالنساء. فلذلك قال لهم، قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. يعني مش بيصف بس الحال، ولكن أيضا بيصف الدواء، بيصف العلاج، يعني كيف نقابل هذا الأمر. فلذلك قال: تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار منكن، أن كنا تكفرنا. قيل: يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشيرة، يكفرن الإحسان، إن أحسن رجل إحدانا الدار ثم أساء لها مرة. يبقى دي مرة عابرة، مرة عابرة. قالت: ما رأيت منك خيرا قط. يعني نقول إن المرأة كده مع آخر لقطة، آخر لقطة، يبقى العلاقة كده فيها شد وتجاذب، هنجد إن هي تقول: ما رأيت منك خيرا قط.
لو في نفس اللحظة كده كان إحسان ورفق وشفقة من الرجل يؤدي إلى امرأته يتغير الحال، يتغير الحال. فالمرأة يعني يقول أنها تتأثر عاطفيا، لذلك لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء تصدقنا، وقلنا لما تصدقنا تصدقنا بأغلى ما تملك المرأة بالحلي، إذا أغلى ما تملك المرأة الحلي، فتصدقنا بالحلي، آدي القلادة أو آدي مثلا الحلق أو غير ذلك، يبقى من حلي النساء صدقة. إن قلنا المرأة تتأثر يعني العاطفة لما تتحرك وتتأثر، فحنجد على ذلك الاستجابة الفورية، استجابة الفورية. فلذلك قالوا من الفتوة والرجولة أن الرجل يسعى لإخراج امرأته مما ألم بها من أذى، يبقى مش بس يتحمل الأذى، قال ولكن يسعى لإخراج المرأة من ذلك الأذى، يبقى دي قالوا هذا من الفتوة ومن الرجولة. والكلام ده احنا بنراه واضحا بينا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية. لذلك احنا بنقول احنا عندنا نوع من أنواع التقصير في دراسة متأنية مدققة كده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية. يعني لو الواحد فعلا التزم السنة، بس التزم السنة مش في الصلاة فقط أو في العبادات، التزم السنة خاصة في الحياة الزوجية، المسألة تختلف تماما، تماما تختلف. يعني السنة وضعت لنا العلاج وبيّنت لنا جانب من أدواء التي بتصيب المرأة، وذكر لنا كيف نعالج هذا الأمر، كيف نعالج هذا الأمر. فده أمر مطلوب أن احنا فعلا يعني ندرس الحياة الزوجية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان بيوازن ما بين الأمور، كيف كان يوازن يبقى مع هذا العدد من الزوجات، كيف كان بيوازن موازنة التوازن. وأن التوازن ده في حياة الإنسان، إن ربك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، لجسدك عليك حقا، لعينك عليك حقا، لزورك عليك حقا. نقول دي حقوق، فإزاي أنا أوازن دون أن يكون هناك نوع من أنواع الجور أو الانحراف. احنا بيانا قبل ذلك أن ممكن الإنسان ينحرف عن المنهج بفعل الطاعات، ممكن ينحرف عن المنهج بفعل الطاعات، كما بينا في قصة سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عنه، وكذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، يبين له التوازن. يبقى قصة سلمان مع أبي الدرداء، أن سلمان الفارسي رضي الله عنه بين لأبي الدرداء رضي الله عنه أين الخلل، فين الخلل، أين الخلل. قلنا لما رأى هذا المشهد من أم الدرداء لما كانت مبتذلة في ثيابها، ما شأنه؟ قالت أخوك أبو الدرداء يعني ليس له حاجة في الدنيا، يقوم الليل ويصوم النهار بفعل طاعات، لكن مع فعل الطاعات جار على حقوق الآخرين، جار على حقوق. قلنا ده نتيجة عدم التصور الصحيح للأداء، يعني عدم التصور الصحيح للأداء. احنا قلنا مع المشاغل الكثيرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، مسؤولية الدولة ومسؤولية يعني الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وإبلاغ هذا الحق لجميع أهل الأرض، يبقى مع ذلك نجد بعض الأفعال يعني الواحد يتعجب لها، يتعجب. يسابق عائشة، يعني هو يعني راجع من غزوة يسابق عائشة رضي الله عنها. وكذلك يعني الروايات التي تحكيها لنا عائشة رضي الله عنها، أقول أن عائشة كانت صغيرة لا تعي هذا الكلام، ولكن التي قصت لنا ده نقول بنتصور في مصامرة كده، في مصامرة مع الزوجة، وأيضا يعني حكايات، ونقول على ذلك ده في تبسط مع الرجل مع امرأتي، قلنا يبقى ده بيزيد من المودة والألفة والترابط. يعني معاشرنا بالمعروف هي جملة وجيزة هون، لكن طبعا يعني انظر بقى لحياة النبي صلى الله عليه وسلم نرى يعني العجب في ذلك. قال أترى حق الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا. ليه ما يفعلوش كده؟ يبقى احنا دايما نلتمس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بواب الإمام البخاري رحمه الله باب الخطبة بعد العيد، قال باب الخطبة بعد العيد، وذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. يبقى الخطبة بعد العيد أي بعد صلاة العيد. يقول في ذلك ابن عباس
رضي الله عنهما شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء معه بلال. يبقى مفيش لا سنة قبلية ولا سنة بعدية، ليس هناك سنة قبلية ولا سنة بعدية بالنسبة لصلاة العيدين، هي سنة مؤكدة، وبالتالي ليس لها سنة قبلية وليس لها سنة بعدية وليس لها أذان ولا إقامة ولا ينادى عليها. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، دي صلاة العيد يبقى مكونة من ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلنا يلقينا تلق المرأة خرصها وسقابها. يبقى أول ما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء تأثرنا، يبقى نقول المرأة دايما بتتأثر، يعني تتأثر، لذلك يبقى اللي في حال نشوز المرأة أول حاجة فعظهن الوعظ كده، الوعظ، والوعظ ده محتاج أن الرجل يكون قد علم المرأة حتى يذكر المرأة، يعني يعلم المرأة ما هي الحقوق وما هي الواجبات. قلنا لأن الرجل المطلوب منه، المطلوب إنه يسعى لإنقاذ المرأة من النيران. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. رجل مطالب أن يعلم المرأة، قال حتى يعلم المرأة أمر الحيض، علمها الأحكام المتعلقة بهذا الأمر، متى تصلي متى تنقطع، ما عليها من فرائض فاتت إلى غير ذلك. وربنا سبحانه وتعالى مدح إسماعيل عليه السلام وكان يأمر له بالصلاة والزكاة، وأمر لك بالصلاة، يبقى المطلوب أن أنا يعني أقوم بصيانة المرأة خاصة في أداء العبادات. نقول لماذا؟ أن المرأة مع انشغالها ممكن تغفل، يعني مع انشغال المرأة في البيت لغير ذلك ممكن تغفل عن ذلك، فالرجل لابد أن يكون يعني متيقظا وأيضا يعين المرأة على هذا الأمر. يبقى تصلي، ولكن ترى احنا بنهتم بصلاة المرأة ولا لا؟ فهو ده المطلوب، يعني ده المطلوب، وأمر لك بالصلاة، يعني هو أمر لك بالصلاة، يبقى ده مطلوب من الرجل أن هو أن يراعي المرأة في هذا الحال وفي أدائها للعبادات، ويعين المرأة على أداء الطاعة والعبادة. فكما يقول في ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء معه بلال، يبقى قلنا عشان يعظ النساء، فأمرهن بالصدقة، يبقى قال لهن تصدقن فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا. قلنا يعني جاء بالتشخيص وجاء بالعلاج، دايما كده الواحد ينتبه، ويعني قدم الأولى، يعني قدم الأولى، قال تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا. قلنا عشان يبقى إيه؟ أدي الدواء، الدواء أولا. قلنا لأنه لو ذكر الداء قد ينشغل عن عدم ذكر الدواء أو لا ينتبهنا إذا ذكر الدواء، فذكر الدواء تصدقنا، ثم بين لهم لماذا، يبين لهن لماذا، فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا. يبقى دايما حتى في الوعظ والإرشاد يبقى الإنسان ينتبه إلى الأوليات في الترتيب، الأولويات في الترتيب. قال تصدقنا وبعد كده خلاص هذا الأمر هو، يبقى فقهنا هذا الأمر، ثم بين له العلة الحيثية، الحيثية، فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا. فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه فجعلنا يلقينا تلق المرأة خرصها وسقابها، يبقى كان القرط بتاعها الحلق أو القلادة أو غير ذلك مما تملك المرأة، وده أغلى ما تملك، يعني احنا أغلى ما عشان نرى أن الموعظة فعلا إن كانت برفق ولين وشفقة ورحمة لها تأثير في المرأة، لها تأثير. قلنا لأن يعني لابد أن احنا نتصور المرأة بتتصدق بأغلى ما تملك، أغلى ما تملك، يعني الحلي ده يعني نقول ليه وقع في نفوس النساء، حلي يعني ليه وقع في نفوس النساء، أو ما نشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبين ده فطرة عند المرأة كده، فطرة تحب الزينة وتحب أيضا الحلي
ومع ذلك لما تصدق بالحلي تتصدق بأغلى ما تملك. طب يا ترى كيف تأثرت؟ قلنا الموعظة. الموعظة لما تكون موعظة فيها شفقة، فيها رفق، فيها رحمة، تستشعر بذلك المرأة، الاستجابة بتبقى فورية. لذلك أول أمر في علاج النشوز وانحراف المرأة هو الوعظ. الوعظ يبقى الوعظ ده تذكير، وأن التذكير ده يحتاج أن الرجل يكون قد بذل وقتا حتى يعلم المرأة. وإذا كان انحراف أو نشوز يبقى فيها هنا الآن في تذكير، وذكر المرأة. والتذكير أيضا لابد أن يكون برفق، يبقى تستشعر المرأة خوف الزوج عليها، وأنه ما أراد إلا إعانة المرأة على طاعة ربها سبحانه وتعالى، لكن ما بقاش بالعنف. ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما كان العنف في شيء إلا شان. يعني فالله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. مش احنا عايزين نتعلم ازاي يكون الرفق، ازاي يكون ده خلق، واي خلق يعني هيظهر من خلال التطبيقات. اي خلق كده بيبان، لان ده خلق، هيئه داخل النفس كده. هراها ازاي؟ هراها من خلال التطبيق والسلوك، فيبقى الرفق وليس العنف. وان الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. وما كان الرفق شيء الا زانه، وما كان العنف شيء إلا شانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. فقال رجل الأنصار وقال له أبو بردة ابن نيار: يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعلها مكانا، ولن توفي أو تجزي عن أحد بعده. قال: عندي جذع خير من مسنة. فقال: اجعله مكانة ولن توفي أو تجزي عن أحد بعده. فبيذكر لنا عبد الله بن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي. يبقى مناسك صلاة العيد تبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، يبقى ده في يوم الأضحى. فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة، هذه السنة، فمن رغب عن السنة فليس مني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت السنة فعلى ذلك نسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى الصلاة أولا ثم النحر، وكما ورد في الآية: فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. قال: فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة، ومن نحر قبل الصلاة قال فإنما هو لحم قدمه لأهل، ليس من النسك في شيء، حتى لو سماء أضحية. ليس بإيه يعني، المسألة مش بما سمى الإنسان، ولكن أوقع ذلك بعد الصلاة كانت أضحية، وإن ذبح ذلك قبل الصلاة فليس أضحية، حتى لو سماء أضحية، حتى لو اجتمع الناس على تسميتها أضحية، هي ليس أضحية. أضحية يبقى لها توقيت، بداية توقيت الذبح يكون بعد الصلاة، بعد صلاة العيد، صلاة الإمام. فقال رجل الأنصار وقال له أبو بردة بن نيار: يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال: اجعله مكانا ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك. يعني نقول دي كانت يعني وقعة عين خاصة بهذا الرجل، يعني دي يعني فتوى لهذا الرجل فقط، لكن هي فتوى لا تتعدى غير ذلك الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولن تجي عن أحد بعدك. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله وترجم باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. قال: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن رحمه الله: نهوا أن يحملوا السلاح يوم العيد إلا أن يخافوا عدوا. ذكر رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنه حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمي، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعود، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. ثم ذكر رواية أيضا عن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن عاص عن أبيه أنه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله،
يعني الحجاج، على باب ما يكره حمل السلاح في العيد والحرم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحمل السلاح بمكة، نهى أن يحمل السلاح بمكة. قال الحسن رحمه الله: نهى أن يحملوا السلاح يوم العيد إلا أن يخافوا عدوا، إلا أن كان في خوف من مهاجمة العدو أو مداهمة العدو للبلدة، فيبقى حمل السلاح كان لهذا الغرض، لكن خرج والمكان آمن يبقى لا يحمل السلاح. فقد نهاهم عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد وكذلك في الحرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل السلاح بمكة وكذلك بيوم العيد حيث اجتماع الناس، وأن يعني حتى يعني لا يصدر أي نوع من أنواع الإذاء إلى الناس. سعيد بن جبير رحمه الله يقول: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، يبقى أصيب ابن عمر رضي الله عنهما في بطن القدم، في التجويف الذي في بطن القدم، فلزقت قدمه بالركاب، وراكب كده لزقت بالركاب، فنزلت فنزعتها، نتيجة سيلان الدماء وغير ذلك، وذلك بمنى، يبقى كان في الحج أساسا، فبلغ الحجاج فجعل يعود، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك، يعني قال: لو نعلم من أصابك لقتلناه. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، أدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم، هو لم يمنع ذلك، أمر بذلك، فهو لم يباشر المسألة، ولكن هو متسبب في هذا الأمر كنتيجة لأمر كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: أنت أصبتني. هو ترى مسك السلاح وأصاب ابن عمر؟ لا، ولكن قال: كيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. يبقى كان الحجاج أمير على الحجاز بعد مقتل ابن الزبير، وبالتالي على ذلك كان في هذا العام كان ابن عمر رضي الله عنهما عين هو رئيس بعثة الحج، يعني هو أميرهم في البعثة، فمنهم كان الحجاج، وكان الحجاج لم يستطف في نفسه ذلك الأمر. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما بيّن يعني أنه نسب إليه الفعل، وأن على الرغم أنه مش مباشر للفعل، لكن هو المتسبب كنتيجة هذا الأمر، أمر بذلك أو لم يمنع ذلك، وبالتالي على ذلك كأنه تسبب في إصابة ابن عمر رضي الله عنهما، فهو بيتكلم على أساس أنه لم يباشر الفعل ولكن تسبب في هذه الإصابة. قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. كذلك أيضا قال: دخل الحجاج على ابن عمر رضي الله عنهما أنا عنده، فقال: كيف هو؟ قال: صالح. فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح. قال: في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج، يعني هو هنا بيشير إلى الحجاج، ذلك قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، قال يعني الحجاج، يعني هو بيشير أن الحجاج هو الذي تسبب بذلك ولم يكن مباشرا للفعل، يبقى في المتسبب والمباشر، يبقى في هناك من أصاب ابن عمر رضي الله عنهما بالسلاح، لكن من تسبب في ذلك؟ من أمر بحمل السلاح اللي هو الحجاج، يبقى بيحمل جزء من ذلك الأمر، يحمل نصيبه جزءا من ذلك الأمر. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، باب التبكير إلى العيد، قال: باب التبكير إلى العيد. وقال عبد الله بن بصر: إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح، ثم ذكر رواية عن البراء رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من نسك في شيء. فقام خالي أبو بردة ابن نيار فقال: رسول الله، أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذع خير مسنة، قال: اجعلها مكانها، أو قال: اذبحها، ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك. فقال: باب التبكير إلى العيد، باب التبكير العيد. وذكرنا
أن الإمام البخاري رحمه الله لما بوب يبقى في يوم الفطر الأكل قبل الخروج، وفي يوم النحر من السنة أن يمسك حتى يعود فينحر ثم يأكل من أضحيته. فقال باب التبكير إلى العيد، إلى الصلاة، إلى الصلاة، أن حتى لا يفوت الإنسان هذا المشهد، مشهد الخير والبركات لما يجتمع ويكثر من سواد أهل الطاعة. قال عبد الله بن بصر: إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح، التبكير العيد إلى الصلاة، يبقى لا تؤخر. قلنا خاصة في يوم النحر، خاصة في يوم النحر. يبقى متى يصلى العيد؟ يبقى يصلى العيد بعدما بتشرق الشمس ثم ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين، يبقى ده بداية صلاة العيد. بداية صلاة العيد هي بداية صلاة الضحى. بداية صلاة العيد هي بداية صلاة الضحى. لذلك التبكير إلى العيد أي التبكير بالصلاة، التبكير بالصلاة. يبقى لا تؤخر الصلاة، قلنا عشان في نسك مرتبط بها اللي هو خاصة في يوم الأضحى اللي هو بالنحر، فيعجل الإمام، يبقى في بداية التوقيت، يبقى يصلي في بداية التوقيت. لذلك قال عبد الله بن بصر: إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. يعني قال إن هو كانوا يصلوا في بداية الوقت، يعجلون بالصلاة لا يؤخرون، يعني لا يؤخرون. يبقى الإمام لما بيخرج للصلاة يبقى ليس هناك داعي ان هو يؤخر. لماذا تؤخر؟ لأن في بداية التوقيت كانوا يصلون العيد، يبقى كانوا يبكرون. قلنا لأن بعد صلاة العيد يبقى فيه نسك مرتبط بذلك في يوم النحر، وهو نحر يعني هذه الأضاحي، فيبقى كان يعجل ولا يؤخر. فلذلك قال التبكير إلى العيد، التبكير العيد. يبقى الخروج يبقى يأتي الإنسان مبكرا، يبقى قلنا حتى يشهد يعني الصلاة مع الإمام، وكذلك يبادر الإمام بالصلاة في بداية وقتها، في بداية وقتها لا يؤخر ولكن يعجل بالصلاة إن دخل الوقت. ودخول الوقت يبدأ إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها قيد رمح أو رمحين لبداية صلاة الضحى. فلذلك قال البراء بن عازب رضي الله عنهما: خاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي. يبقى بنبدأ دايما بالصلاة، هذه التبكير العيد، يبقى بنبدأ بالصلاة ونقول في بداية وقتها ثم نرجع فننحر. يبقى ما ليس هناك داعي للتأخير عشان في أساسا عبادة هتؤدى بعد الصلاة، فنسارع، يعني نسارع عشان نؤدي ذلك النسك. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عدله لأهله، ليس من النسك في شيء. قال: فقام خالي أبو برد بن يار فقال رسول الله: أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة، قال: اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك. يبقى دي كانت يعني وقعت حال، يبقى خاصة بأبو برد بن يار خال البراء بن عازب رضي الله عنه. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، باب فضل العمل في أيام التشريق، ونرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.